السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم غادي نديرو توزيعات الدراجي على شكل قبعه. طلبته مني الاخت في الكومنتار في التعليقات، قالت لي لو كان دير لنا توزيعات تاع الدراجي بطريقه اخرى. راني دايره فيديوهات مقبل، لكن طلبت طريقه اخرى تكون شويه سهله. نحتاجو هنا هذا الرولو اللي شفتوه، هو اما تاع الخياطه برا تلقاوهم عند اللي بيع الكتان، هذاك رولو الدخلاني، ولا تاع البابي فين وتاع البابي اليمونتير، هذوك اللي يقعد داخل الكرتون اللي داخل شويه عريض، ما تجيبوش من هذاك الصغير الضيق باش يفرد لكم الحلوى، يكون شويه عريض. ولا الا ما عندكمش هذا تجيبوا كرتون عادي وتختاروا القطر اللي راكم باغينه وتدوروه ديروا على شكل دائره. هنا نحتاجوا القطيفه وهذوك النواشه هذيك باش نديروا التزيين. ناخذ القطيفه على حساب المحيط تاع هاد الرولو هذا اللي عندي. الارتفاع كما تبغي طويل ولا قصير، ولا الارتفاع ماشي مهم، على حساب الحلوه ثاني اللي كي باغي تكثري ولا غير شويه. هي بين 6 7 7 سنتيم. هنا ولدي جاب لي الكابوس تاعه، قال لي خدميه لي خسر له. عفوا برك سمحوا لي. دونك هنا غادي نكمل لصقه. هذه قطيفه ماشي الاستيك، هذه الغليظه نورمال، قطيفه غليظه. ولا تستعملوا الدم هذاك اللي في الكو اللي فيه كولا من تحت، ولا الدا العادي اللي ما فيهش يتباع بالمتر. خرج واحد الدا فيه اللصقه ولا الكولا، تقلعي هذيك الكولا وتلصقيه ديريكت في الكرتون. انا ندير ثاني من الداخل، تقدوا شويه تعرضوا القطيفه باش يتغطى لكم حتى للداخل. انا هنايا ضيقتها شويه معليش، تقدوا تخلوها هكا ولا ديروها عريضه حتى باش يتغطى لكم هذاك الدخلاني. هنا تاني نروح نجيب كرتون اخر نديرو شكل مربع. هنا دي 9.5 على 9.5 باش نخدم القبعه تاع هاد العلبه هادي، على خاطرش راه شكل قبعه تاع تخرج، تما نخدمو شكل قبعه. نقص هذاك المربع ونغلفو تاني بالقطيفه هكا، جا مليح بهذا الشكل. دوك نغلفه تاني بالقطيفه، ندي على الواجهه الاولى، نعرضك شغل ندير للداخل هكا، نلصق للداخل، ومن بعد نجيب قطعه اخرى ونديرها من الفوق بنفس الطريقه. تستعمليها في الدم باش هكا ما يجيكمش الخدمه تجي غليظه، باش القطيفه ما تجيكمش غليظه. نكمل هنا نلصق هاد الحواف كامله، ومن بعد نجيب قطعه اخرى قلت لكم ونلصقها نديرها من الفوق. نقلع هذوك الزوائد نقصهم على شكل موت كما شفتو، خرج لي مثلث، نسي ما نخليش الكرتون يبان. ومن بعد نجيب قطعه اخرى نلصقها برك شويه، ما ديريش الكولا على برا، دخلي شويه الداخل واحد الان مليمتر هكا ولا، باش ما يبانش باش ما تبانش. ونحط القطيفه ولا الدا، ومن بعد نقلع هذاك الزائد. هنا قلعت هذوك الزوائد كامل، هنا باش ما يقعدش كما قلت لكم تبان هذيك القطيفه اللي من تحت ولا الدم. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الفكره ولا الطريقه كيفاش. دوك نجيب هنايا قطعه اخرى تاع كرتون هنا ثاني دائريه على حساب العلبه هذه، باش ندير القاعده من تحت، نغلفها ثاني ونديرها من تحت.
هنا قلعت هاد الزوائد كما شفتوني، هذه شويه قطيفه غليظه تما ما تساعفش مليح مليح في الخدمه، اما قطيفه ديروا الالاستيك ولا هذه الغليظه ولا ديروا الدام شويه الالاستيك تغبنكم شويه في المربع، هذا ما كان في المربع غادي ما تساعدكمش. انا جبت هذا الكرتون الخفيف، هذا يجي لونه ابيض يتبع بال شغل بلاكه كبيره، ودرت منها من الفوق باش ما نزيدش قطعه اخرى تاع قطيفه باش ما تجينيش غليظه. اختاريت غير هذا الكرتون، بغيتي ديري انت دير قطيفه ديريها معليش، ولا الدا ثاني ساعات خرج الدا ماشي غليظ بزاف. نلصقها من التحت هكا نتحصلوا على العلبه، ومن بعد نخدموا الغطاء الغطاء تاع او القبعه باش نبلعوا هذه العلبه. هنا بنفس هذا الكرتون اللي قلت لكم يجي لونه ابيض يتباع بلاكه كبيره تتباع بواحد 15000 ولا، يجي خفيف هذا كما اللي يديروا به العلب تاع الباتيسري، يجي خفيف شويه. ديت هنايا 2 سنتيم العرض والمحيط على حساب الدائره هذيك اللي عندي او هذاك الكرتونه، العلبه على حساب العلبه باش نخدم لها الغطاء تاعها. هكا نعبر للداخل ماشي للبرا باش يدخل للداخل ونلصقها. هنا خليه بيض عادي على خاطر ديجا لونها بيض ما يهمش، ولا بغيتي تغلفيه ثاني غلفيه. دوك نحطها في هذا في وسط هذا المربع، لازم تدي الوسط باش ما يخرجلكش عوج. عينك ميزانك ولا ما عرفتيش ديري قطره المتناصفان ودي الوسط تاعه هكا تقدي تحطيه في النصف. انا هنا درت غير هكا بالتقريب، خرج لي نيشان في الوسط. نجيب هاد التشبتوبه ولا هاد النواشه نلصقها من الفوق ولا في الحاشيه ولا، شوفوا هنا دخل نيشان هكا دخل سواسوا. هنا نتحصلوا على العلبه، علبه الدراجي على شكل قبعه. هنا هذه زدت قسمتها شغل زدت قصيتها حليتها وسعت هذاك الخيط ونديرها هكا طويل باش تقعد خارجه من تحت هكا تبان كما القبعه الحقيقيه تاع التخرج تاع الجامعيات. هذه هي الطريقه اللي شفتوها معايا، كان طلبتها مني الاخت في التعليقات، ان شاء الله تكون فهمت ولا جميع يكونوا فهموا، تكون طريقه سهله وواضحه وبسيطه ثاني تعطيك اي وحده تخدمها ولا ديرها كمشروع ولا تخدمها لروحها في الحفل التخرج تاعها. نتمنى النجاح لكل الطالبات وكل الناس اللي راهي تدرس، ونقول لهم ان شاء الله ربي يوفقكم، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر.